السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل الديني، عضو في برنامج التعقيم الطبي بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن مقدمة بالتعقيم الطبي الـ Introduction and Center Sterilization Department. In this lecture, we are going to talk about what is the CSSD and the CSSD layout design, decontamination life cycle, overview of CSSD standard, environmental cleaning methods, and the CSSD high touch service. What is the CSSD? Central Sterile Service Department هو اختصار لـ CSSD is a place in a healthcare facilities that perform pre-processing of medical device using by health workers in the operating room for surgical and other patient procedures. هو عبارة عن قسم موجود في المستشفيات أو العيادات. الهدف الأساسي من هذا القسم هو إعادة تعقيم الأدوات الجراحية. Break the chain of infection and prevent disease transmission هو أيضا يعمل على كسر سلسلة الانفكشن أو سلسلة العدوى عن طريق اللي هو effective cleaning, effective disinfection, effective sterilization. كل هذه تعمل على كسر هذه السلسلة. Reprocessing medical device for the moment of use on patient A enter use on patient B. هذا الكلام إنه من يوم ما تستعمل الأدوات الجراحية من اللي هو المريض A نسميه إلى أن يوصل للمريض B لازم يمر بكل المراحل من تنظيف cleaning disinfection تطهير و sterilization تعقيم ويجب اتباعها بالطريقة الصحيحة. هذه بعض الصور اللي هي المايكرو أورجانيزم أو الأحياء الدقيقة التي ممكن أن تسبب infection أو نقل للأمراض. الفانجاي اللي هي الفطريات، البكتيريا سبورز اللي هي الجراثيم البكتيريا، والفيروسز الفيروسات، والفيجيتاتيف بكتيريا أيضا. كلها هذه مايكرو أورجانيزم ممكن أنها تساهم في نقل العدوى. هذه الصورة تشرح لنا بشكل مبسط تقسيم قسم التعقيم CSSD Layout Design اللي هي Clean and Disinfection Area، بعدها Inspection, Assembly and Packaging Area، بعدها Sterile Storage Area. ولازم تكون باتجاه واحد حيث أن الريسيفينج أو استقبال الأدوات الجراحية يبدأ من Clean and Disinfection Area وليس العكس. في هذه الشريحة سوف نتناول عدة نقاط تشرح لنا تقسيمة اللي هو قسم التعقيم. في البداية CSST area must be physically separated into three areas، لازم أنها تكون مقسمة إلى ثلاث مناطق نفس موجود في الصورة السابقة، أو على الأقل تكون منطقتين to prevent cross contamination أو لمنع انتقال التلوث. The workflow process allow item to move progressively from the dirty phase to the high disinfection phase. زي ما قلنا لازم يكون الورك فلو واحد، انتقال من الديرتي إلى الكلين. وأيضا يجب أن يكون العاملين في قسم التعقيم منظمين ويكون انتقالهم بشكل صحيح من الديرتي للكلين. بالنسبة للفيزيتورز أو الناس اللي أو الفئة التي تدخل قسم التعقيم يجب أن يكونوا مخولين، إما أن يكونوا موظفين في قسم التعقيم أو مسموح لهم الدخول. بالنسبة للزائرين يجب أن يرتدوا الملابس الخاصة أو الملابس الوقائية مثل اللي هو الجاون والشوز. بالنسبة لآخر نقطة، هذا الترتيب أو هذا اللي شرحناه اللي يكون مثلا من الديرتي للكلين يقلل من انتقال العدوى ومخاطر التلوث ويزيد من كفاءة عملية التعقيم.
الهدف الأساسي من إعادة تعقيم الأدوات الجراحية حتى تكون آمنة للاستعمال على المريض. To make an item safe for use on patient and for handling by staff working in healthcare facilities. أيضا تكون آمنة على العاملين في المستشفى أو في المنشأة الصحية. Decontamination life cycle أو إعادة تعقيم الأدوات الجراحية راح تمر لي كذا مرحلة. بالنسبة للمرحلة الأولى وهي مرحلة الكلينينج. الكلينينج هو remove all visible soil. كيف طريقة اللي هو removing أو إزالة الأوساخ؟ أول شيء بالبري كلينينج في الألتراسونيك بالمانيوال والأوتوماتيك كلينينج. البري كلينينج هو يعتبر مرحلة قبل اللي هو المانيوال كلينينج، بعد كذا الألتراسونيك، بعد كذا المانيوال، وبعدها الأوتوماتيك كلينينج. بعد كذا ننتقل لمرحلة الديسنفكشن. ما هو الديسنفكشن؟ هو cleaning and kill most microbial life except spores by chemical or heat thermal. طبعا الديسنفكشن له نوعين، في الكيميكال بواسطة المواد الكيميائية يكون تطهير، أو ثيرمال بواسطة الحرارة. طبعا الديسنفكشن أو التطهير يقتل لي الميكروبات جميعها ما عدا السبورس اللي هي جراثيم البكتيرية، هذه يتم القضاء عليها عن طريق الاستيرلايزيشن أو التعقيم. بعد الديسنفكشن ننتقل لمرحلة الانسبكشن. الانسبكشن هي التشيك على الأدوات بعد اللي هو الكلينينج وبعد الديسنفكشن. طبعا نشيك على الكلين ليست، نظافتها، عن الفانكشناليتي، هل هي تعمل بالشكل الصحيح، الدمج إذا كان فيها أي أضرار، نقوم بالتشيك على كل هذه الأمور للتأكد من سلامة الأداء نفسها. بعد كذا ننتقل لمرحلة الباكجينج أو التغليف. طبعا التغليف له ثلاث أنواع، اللي عندك الريجيد كونتينر، الرابينج، والبيلبار. إيش الهدف منها؟ To prevent microorganism from entering the bag until time of use. طبعا هذه كلها الثلاث طرق من الباكجينج تستعمل لحماية الأدوات من أي مايكرو أورجانيزم دخيلة عليها حتى حين استعمالها. بالنسبة لمرحلة السيراليزيشن، السيراليزيشن هو kills all microbial life, sterile means zero live microorganism. يعني عملية الستيراليزيشن أو عملية التعقيم هي تقتل جميع المايكرو أورجانيزم including spores، أيضا الجراثيم، حيث أن معنى استيرال zero live micro organism، لا يوجد هناك أي كائنات دقيقة. الخطوة اللي بعد الستيراليزيشن وهي transport أو transportation، هي نقل الأدوات الجراحية. Sterile reusable medical device transport to storage to prevent damage, rupture to the packaging, prevent recontamination. طبعا كل نقل الأدوات الجراحية بالطريقة الصحيحة تمنع حدوث أي أضرار للباكجينج أو الأدوات الجراحية نفسها، وأيضا تمنع إعادة تلوثها أو ما يسمى بالrecontamination. ننتقل لمرحلة اللي هو ستورج والكلين ستورج، اللي هو تخزن فيه الأدوات المعقمة وتكون تحت مثل ما هو مكتوب ستورج إن كلين روم كونديشن. هذه الغرفة أو هذا الستورج أو هذا المخزن لازم يكون مطابق لدرجة الحرارة المطلوبة، درجة الرطوبة، الأرفف تكون بالشكل المطلوب وبالشكل الصحيح وما إلى ذلك. بعد ذلك تستخدم الأدوات الجراحية. Once reusable medical device used on patient, it's contaminated by microorganism and most send it for reprocessing. يعني once أو عندما تستعمل الأدوات الجراحية على المريض خلاص تعتبر ملوثة وcontaminated ويجب إعادتها لقسم التعقيم لإعادة تعقيمها أو for reprocessing.
بعد ما تستخدم الأدوات الجراحية على المريض زي ما قلنا تعتبر contaminated ملوثة ويجب إعادة تعقيمها. هنا يجي دور الترانسبورت أو الديرتي ترانسبورت. في هذه المرحلة standard precautions are implemented، يجب تطبيق اللي هو لبس البي بي إيز بالشكل الصحيح وبالشكل المطلوب، أخذ الاحتياطات بشكل كامل لمنع انتقال العدوى. وهنا عندنا السايكل بشكل كامل، ابتداء من الكلينينج، بعدين الديسنفكشن، الانسبكشن، الباكجينج، الستيرلايزيشن، الترانسبورت، الستورج واليوز والترانسبورت من جديد، وبعدها الكلينينج. هذه دورة الدورة الكاملة أو ما تسمى بالديكونتامينيشن سايكل. الآن نجي نتكلم عن الـ General Overview of CSSD Standards اللي هي نقاط أساسية ومهمة يجب أخذها بعين الاعتبار في أقسام التعقيم. بداية، The Hospital Provides Centralized CSSD، يجب أن يكون بكل منشأة صحية قسم تعقيم. Apply the Policy and Procedure for Central Sterilization Service، يكون هناك سياسات وإجراءات واضحة في قسم التعقيم يجب اتباعها. CSSD staff qualified by certification, education, training. العاملين في قسم التعقيم يجب أن يكونوا مدربين ولديهم شهادات وتعليم كافٍ للعمل في قسم التعقيم. Immunization hepatitis B and record keep. أخذ التطعيمات المطلوبة مثل تطعيم hepatitis B ولازم يكون هذا مسجل ومدون. هذا معنى record kept. One workflow dirty to clean، زي ما تكلمنا يكون اتجاه العمل واحد من الديرتي للكلين. Environmental condition after اللي هي different between each area، كل منطقة لازم يكون لها درجة حرارة معينة، درجة رطوبة معينة، فكل منطقة مخصص لها زي ما ذكرنا سابقا. Washing hands when visibly soiled after gloves are removed for any reason. طبعا لازم هذا الهاند اللي هو الهاند ووش او الهاند هايجين لازم ان نسويها after مثلا اذا شفنا اي اوساخ، اذا سوينا ريموف للجلوفز، شلنا القفازات، شلنا البي بي ايز بشكل كامل، فان لازم نتبع او نسوي ابلاي للهاند هايجين. بالنسبة للPPE's requirement including space for donning and removing disposable and storage، طبعا لبس الملابس الوقائية أساسي في قسم التعقيم. يجب توفير مساحة كافية لوضع وخلع الPPE's وأيضا مكان للتخلص منها، وأيضا يكون لها مخزن خاص. Quantity and placement of hand sanitizer and sinks designed only for hand hygiene. طبعا يجب أن يكون معقم اليدين موجود بشكل كافي في قسم التعقيم، وأيضا سينك مخصص لغسل اليدين أو للهاند هايجين. Provision for the disposable of liquid and solid body waste، طبعا توفير مكان للتخلص من النفايات بجميع أنواعها حسب نوعها، حيث أن يعني كل نوع يجب أن يكون له مكان مخصص للتخلص منه. Storage requirement including space for decontamination supplies, chemicals, cleaning tools. طبعا يكون يجب ان يكون هنالك مخزن يتضمن جميع احتياجات قسم اللي هو التعقيم او بالاخص قسم decontamination او dirty area من ادوات تنظيف، مواد كيميائيه وغيرها. طبعا السيفتي داتا شيت لازم تكون موجوده اللي هي بيانات السلامه. هذه الشيت تكون مخصصه للمواد الكيميائيه وكيف وطريقه التعامل مع هذه المواد. All surface floors, walls, ceiling, cabinets should be smooth and cleanable. جميع الأسطح يجب التي تكون موجودة في قسم التعقيم يجب أن تكون قابلة للتنظيف وأيضا سهلة في التنظيف. Hazard waste disposable system، زي ما قلنا يجب أن نتبع الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات التي ممكن أن تكون خطرة وناقلة للعدوى.
Closed container for collection contamination devices. توفير عربات خاصة لنقل أدوات الملوثة، حيث زي ما قلنا ممكن أن تكون ناقلة للعدوى. In-service training on all new instrument, device and equipment. طبعا يجب تدريب وتثقيف العاملين في قسم التعقيم على أي أداة أو جهاز جديد، وشرح طريقة تنظيفه وتعقيمه بالشكل المطلوب. Sharp must be placed in a puncture-resistant sharp container. الأدوات الحادة يجب وضعها في الكونتينرات أو الكونتينر الخاص أو ما يسمى بالpuncture-resistant sharp container. الآن نجي نتكلم عن الكلين وورك اريا. الكلين وورك اريا لازم يكون فيها ستورج. هذا ستورج أو المخزن يكون فيه عدة أشياء مطلوبة في هذه المنطقة. أولاً ستورج أوف تير فور فيزيتر هيد كفر كفر جاون، يعني مخزن يجب يحتوي على الملابس الوقائية التي تستخدم من قبل زوار قسم التعقيم. Supplies for cleaning the preparation area. أيضا يجب أن يحتوي على مستهلكات أو أدوات المطلوبة في تنظيف المنطقة النظيفة أو تسمى بالclean area. Monitoring and record keeping supply. يعني يجب أن يكون هنالك مستندات أو سجلات لجميع المراحل التي تمر بها الأدوات الجراحية. Packaging materials and preparation supplies, cotton balls, gauze dressing, tip protection, tip protectors. أيضا يجب أن يكون هناك أدوات التغليف تكون موجودة أيضا في الستورج اللي هي الرابينج، وأيضا غيرها من الأدوات التي تستخدم في اللي هي إما فحص الأدوات الجراحية وما إلى ذلك. مثلاً بروتكترز يستخدم في حماية أو يوضع في اللي هي الأدوات الحادة، أو يستخدم في حماية التب أو رأس الأداة الحادة نفسها إذا كان دقيق. أيضاً كمبيوترز if used along with computer accessories. إذا كان يوجد كمبيوتر فلا نحتاج حنا الطابعة طبعاً للباركود للبيبر سكانر داتا بورد، كل هذه يعني تكون لازمة في قسم التعقيم إذا كان هنالك كمبيوترات. أيضاً incubator for BIs. يجب أن يكون هناك جهاز الانكيبيتر، هذا جهاز الانكيبيتر الذي يقرأ نتيجة البي آي أو البيولوجيكال انديكيتر. Environmental control parameters. In decontamination area should be from 18 Celsius until 20 Celsius. It should be negative air pressure and the humidity from 30 to 60%. Inspection assembly and packaging area it should be from 20 to 23 Celsius. It should be positive air pressure and the humidity from 30 to 60%. Stellar storage area should be from 20 to 23 Celsius, positive air pressure and the humidity less than 70%. This slide talks about the environmental cleaning methods. Floor are swept and wet mopped at least after each decontamination procedure in the decontamination area. Floor are swept and wet mopped at least after each shift in the cleaning area. All area must be free of dust and insects. The process of cleaning should be from clean area to dirty area, from high area to low area. In case of hazard chemical spill, disinfection must be performed immediately using the spill kit according to the steps of spill management. High-touch horizontal service must be cleaned and disinfected at the beginning and the end of each shift and more frequently during the shifts, example, tabletop, countertops, etc. Decontamination sink should be cleaned after each shift and more frequently as needed. Work tables preferably cleaned before starting the sorting process in the decontamination area, inspection process in the IAP area. Shelves, cabinet, racks, wall, and ceiling are cleaned based on regular cleaning schedule using a checklist. Office, changing lockers room are cleaned at least daily.
like light fixture and air vents should be cleaned at least every 6 months or as necessary by environmental service or maintenance department. In this slide, we are going to talk about the CSSD high touch service. To remove off all soil and dust from the frequent hand contact high touch service, staff must be aware of the high touch point in the decontamination area. So in the decontamination area, we have machines rack and cart handle, machines display screen button and manual sink faucet and doors handles, computer keyboard and mouse, receiving telephones and hatch window handle. In the IAP or inspection assembly and packaging area and the sterile storage area, the high touch service are work counters and work tables, door handles, sterilized display screen buttons and computer keyboard and mouse, and IAP and dispatch telephones.